بإذن الله هنبدأ الكورس اللي عنوانه Differential Diagnosis of Peripheral Blood and Bone Marrow Features. الجزء الأول Peripheral Blood Film Examination، وده ضمن البرنامج العلمي لرابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية. أحييكم، أنا الدكتور محمد حنفي، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب الأزهر. إن شاء الله نبدأ. أول حاجة هنتكلم عن الكورس أوبجيكتيفز. الكورس ده يعني أهميته إن هو بنحاول من خلال الموضوعات اللي احنا بنشرحها نوصل لطريقة سهلة للدياجنوزيس من خلال البلاد فيلم والبوم مارو إكزامينيشن. أول حاجة طبعا من الضروري جدا قبل ما نتكلم عن أي abnormal finding إن احنا نقول إن البلاد كاونت والبلاد فيلم مهم جدا إن هو يكون properly prepared and properly stained عشان يساعدنا في التشخيص. طيب، الهدف من هذا الكورس إن احنا نوصل إلى intermediate hypothesis في طريق الدياجنوزيز. يعني بمعنى ايه؟ لو حبينا نقرب الكلام ده هنقول ان احنا لما كنا بنقسم مثلا على سبيل المثال للتذكرة، لما كنا بنقسم الانيميا الى according للإتيولوجي الى etiological classification واccording للمورفولوجي الى morphological classification، كنا بنقول بعد ما نشرح هذا التقسيم ان الـ most appropriate classification used in clinical and real life setting هو المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن. يعني افضل حاجه لما الاقي حاله انيميا ان انا اشوف هل هي مايكروسيتيك هايبوكروميك ولا ماكروسيتيك ولا نورموسيتيك انيميا، وده طريق سهل للوصول للدياجنوز. بنفس الطريقه بالظبط المفروض ان احنا نقسم الأذر فايندينج، الوايت دبليو بي سي أو الوايت بلاد سيل فايندينج والبليتلتس أبنورماليتي والآر بي سيز أبنورماليتيز في البريفرال بلاد، ثم بعد إن شاء الله ما نخلص البريفرال بلاد ندخل على البوم مارو. الهدف من ده كله إن احنا نوصل إلى بريدومينانت فيتشر. هذه البريدومينانت فيتشر تسهل علينا بعد كده إن احنا يعني او بناء على هذه الفرضيه بفي عندنا عدد من الايتيمز كديفرنشال دياجنوزيس من خلالها نقدر نوصل للتشخيص السليم باذن الله. طيب، هذا التقسيم او الموضوعات اللي احنا هنتكلم عليها بنيت على اساسين. الاساس الاول ان في اغلب الاحوال لما يكون عندنا وايت بلاد سيل ابنورماليتيز ومعها other abnormality في البليتلتس او الار بي سيز، في الغالب الاعم ان بيكون سبب البليتلتس abnormality والار بي سيز abnormalities بتكون تابعه للوايت بلاد سيل باتر. يعني مثلا على سبيل المثال لو في شخص عنده acute leukemia واسوشيتد مع thrombocytopenia and anemia، لو قعدنا نفكر في النورموكروميك انيميا اللي هي اسوشيتد ولا الثرومبوسيتوبينيا ممكن نتوه وما نوصلش للتشخيص، بينما اصلا المشكله الاساسيه كلها بسبب الاكيوت لوكيميا. ولذلك الاساس الاول ان غالبا الوايت بلاد سيل ابنورماليتيز بتكون هي رقم واحد لو لقيناها نفكر فيها اولا، ثم بعد ذلك نفكر في الأذر فايندينج. لا، ده في حالة ما إذا كان في مورزان لاين أبنورمالتيز، يعني في الوايت بلاد سيلز بلس أر بي سيز أور بليتلتس أند سو أون. لكن أحيانا طبعا زي ما هنعرف إن في هنلاقي يعني أيزوليتد أبنورمالتيز في الأر بي سيز وأيزوليتد أبنورمالتيز في البليتلتس وأيزوليتد أبنورمالتيز في الوايت بلاد سيلز وهكذا. وبالتالي هنبدأ غالبا بال وايت بلاد سيلز ابنورماليتي. طيب،
الأساس الثاني اللي تم يعني أو اللي رتبت عليه هذه الموضوعات، إن دايما بنحاول دايما وإحنا بنشخص في البلاد فيلم أو البوم مارو نوصل للفيتشر أو البريدوميننت فيتشر اللي ليها أقل ليست أوف ديفرنشال دايجنوز. دايما ما نحبش إن إحنا نوصل لحاجة تتوهنا. تمام، طيب ايه هي الموضوعات اللي احنا هنتكلم عنها؟ يعني عندنا مثلا بعض الامثله لما نديها هيوضح الموضوع شويه. عندنا مثلا في الوايت بلاد سيلز، في عندنا البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس فيتشر، في عندنا اليوكو اريثروبلاستيك فيتشر، في عندنا الابنورمال مونو نيوكليير سيل فيتشر، في عندنا الثرومبوسايتوزيس، في عندنا الثرومبوسايتوبينيا، في عندنا الاريثروسايتوزيس، في عندنا المايكروسايتوزيس والهايبوكروميا، في عندنا الماكروسايتوزيس، في عندنا النورموسيتيك انيميا، في عندنا انيميا وذ انايزوسايتوزيس، وهكذا في عده موضوعات. وفي في الاخر خالص اللي هو النون سبيسيفيك باترن اللي هنتكلم عنه، اللي هو ما نقدرش في ما فيش اي بريدومينانت فيتشر او بريدومينانت باترن من الحاجات اللي احنا قلناها او اللي هنقولها باذن الله موجوده فيه. طيب احنا هنمشي ازاي في كل فيتشر او في كل باترن هنتكلم عنه؟ اول حاجة هنبدأ نعمل كلير ديفينيشن للباترن اللي احنا بنشرحه، ده مهم جدا. الخطوة الاولى ان يكون عندنا كلير ديفينيشن للباترن اللي احنا بنشرحه. الخطوة التانية باذن الله ان احنا هنبدأ نحط او هنتكلم على الديفرينشال دياجنوزيس لهذا الباترن مع التركيز على البلوت فيلم فايندينج. يعني احنا في الاساس احنا مش هنشرح سيستماتيك هيماتولوجي، يعني مش هنشرح كل حاجه، لكن هنشرح كل ما له علاقه في توضيح هذا الديفرنشال دياجنوزيس. ولو في اي ابنورمال مورفولوجي اسوشيتد مع هذا الباترن لازم نتكلم عنه، وكذلك لو في حاجات ممكن تتشابه مع هذه الابنورماليتيز هنتكلم عنها. وبالتالي يعني مثلا مش هن في 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 النهارده مثلا واحنا بنتكلم على البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس هنتكلم عن بعض الابنورماليتيز في المورفولوجي بتاعت النيوتروفيل، لكن مش معنى كده ان احنا هنعمل او هنتكلم عن كل الايه نيوتروفيل مورفولوجيكال ابنورماليتيز. تمام، فنتوكل على الله باذن الله نبدا في هذا الدرس اللي هو ان شاء الله نتمنى انه يكون بدايه بسيطه ومفيده. الفيرست باترن هنتكلم عنه اللي هو البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس باترن. في اسماء اخرى يعني في الـ ممكن تستخدم كالترناتيفز للتسميه دي، يعني زي النيوتروفيليا ممكن نقول نيوتروفيليك ليوكوسايتوزيس او جرانيولوسايتوزيس. عاده في الحياه العمليه احنا عاده لما بنعمل كومنت على البلوت فيلم بنوصف بانه في حاله وجود هذا الباترن بنقول بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس باترن. طيب ايه هو الديفينيشن بتاع النيوتروفيليا او البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوز؟ بنقول ان النيوتروفيليا ديفايند از ان انكريز ان ذا ابسولوت نيوتروفيل كاونت to a level greater than two standard deviations above the mean value for normal individuals. طبعا احنا عارفين ان الـ reference value لكل community المفروض انها بتتعمل وفقا لأسس معينة، وبالتالي التعريف بتاعنا يعني مبني على هذا الـ reference value لكل community، لكن in general مقبول واكسبتد ان احنا ممكن في figure يعني هذه الفيجر تعتبر كات اوف بالنسبه للادلت بيرسونز، والاطفال اللي هم اولدر ذان 1 مانث اولد اللي هي 7500 بير كيوبيك. طيب الاطفال عند الولاده النيوتروفيل او النورمال او الافرج رينج بيبقى عالي جدا، احيانا يوصل ل 26000 بير كيوبيك ملي لتر، وفي نفس وده بيكون still within normal. ممكن نلاقي مع يعني مع النيوتروفيليا associated intermediate myeloid precursors myelocytes metamyelocytes myelocyte. طبعا دي ده blood film واضح طبعا في النيوتروفيل كاونت
عالي. طيب لو جينا نتكلم على الميكانيزمز اوف نيوتروفيليا، وطبعا ده مهم عشان نفهم الديفرنشال دايجنوز، عندنا في فور مين او بيزك او برنسبل ميكانيزمز ممكن يكونوا ريسبونسبل فور نيوتروفيليا. اول حاجه ما يسمى بالديمارجينيشن، الميكانيزم الاولى ديمارجينيشن نحاول نوضح دلوقتي. تاني حاجه ديكريزد ترانزيت تو سوليد تيشوز. تالت حاجه موبيلايزيشن فروم ذا ماتيوريشن ستورج بول اوف ذا بون مارو، وبعدين انكريز البون مارو برودكشن اوف نيوتروفيل. طيب لما نعوز يعني زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ان النيوتروفيل ابتداء من يعني رحلتها في تكوين يعني كميجور جرانيولوسايتس في البريفرال بلاد، النيوتروفيل ابتداء من مرحلة الميلو بلاست لحد تكوين النيوتروفيل او الماتيور نيوتروفيل في البون مارو بتاخد حوالي 11 يوم. وبالتالي لما بنيجي نقسم النيوتروفيل and their precursors لكومبارتمنتس هنقسمها الى two main compartments، في جزء بيبقى في البون مارو تمام، وجزء في البريفرال بلاد. طيب لو اتكلمنا على الجزء في البون مارو بنقسمه الى two pools، حاجه اسمها جرانيولو سيتيك بول اللي هو الجزء هتلاقوه باللون الوردي الخفيف ده هو، وبعد كده الجزء اللي بنقول عليه الستورج بول اللي هو باللون الوردي الغامق شوية. بعد حوالي 10 أيام بتخرج النيوتروفيل للبريفرا بلاد، بتقعد حوالي من 10 أو من 7 لـ12 ساعة، بعد كده بيحصل لها ترانزيت للسوليد تيشو بتقعد حوالي يوم أو يومين، وبعد كده بيحصل لها ديث. طيب بالنسبة للجرانيولو بويتيك بول بنقسمه إلى تو بولز، حاجة اسمها الميتوتيك بول والجزء الثاني اللي هو الماتيوريشن بول. الميتوتيك بول أو ساعات نقول على الماتيوريشن بول بوست ميتوتيك بول. الميتوتيك بول اللي هو الجزء من عملية الجرانيولو بويسز اللي بيبدأ بالستيم سيل وينتهي بالميلوسايتس ستيج او بالمايلوسايت ستيج، وهذا الجزء عمليه الديفلوبمنت بتتم فيه من خلال ميتوتيك ديفيجن، يعني كل خليه عشان تتطور الى الخليه اللي هي مور ماتيور بيحصل فيها ميتوتيك ديفيجن تمام. اخر خليه ممكن يحصل لها ميتوتيك ديفيجن اللي هي المايلوسايت، وده مهم جدا تمام. بعد المايلوسايت ستيج اللي هو ابتداء من الميتا مايلوسايت والباند سيلز والماتيور جرانيولوسايتس، هنا كل واحدة كل خلية بيحصل لها ماتيوريشن وذاوت، يعني بتتطور من خلية الى يعني مثلا المايلوسايت تتطور الى الميتا مايلوسايت تتطور الى باند سيل، والباند تتطور الى ماتيور جرانيولوسايت من غير ما يحصل لها ميتوتيك ديفيجن. بنسمي الجزء اللي فوق اللي هو لحد الميلوسايت ستيج ده الميتوتيك بول اللي هو بيحصل فيه ميتوتيك ديفيجن. يبقى اخر خليه بيحصل لها ميتوتيك ديفيجن هي الميلوسايت، بعد كده اخر الميلوسايتس بيحصل لها كل واحده ميلوسايت بتمشي في سكه الماتيوريشن وذاوت ميتوتيك ديفيجن لحد الماتيور جرانيولوسايت. الستورج بول بيبقى مكون من الجزء بتاع الماتيوريشن بول كريزيرف للبريفرال بلاد نيوتروفيل، بجهز للتحرك عند الاحتياج. طيب قلنا بعد كده بيطلع بيحصل ريليز للماتيور نيوتروفيل في البريفرال بلاد، والجزء اللي هو ريليزد للبريفرال بلاد ده بيتوزع راندوملي انتو تو ايكوال بورشنز، يعني تقريبا بيبقوا قسمين متساويين، جزء بنقول عليه السيركيوليتنج بول وجزء بنقول عليه المارجينيتنج بول. السيركيوليتنج بول اللي هو الجزء من النيتروفيل اللي بيمشي في السيركيوليشن، هو ده المسؤول عن العد بتاع النيتروفيل اللي بنشوفه في البلاد كاونتنج.
اما المارجينيتنج بول ده ملوش دعوه بال، يعني ده ما بيدخلش في العدد اللي احنا لما ناخد عينه الدم، المارجينيتنج بول ده ما بيدخلش في العد ده، هو عباره عن مجموعه او من النيوتروفيل اللي هي ريليزد من البون مارو بتروح على طول تبقى ادهرنت للوول بتاع الكابيلاريز والبوست كابيلاري فينيولز. تمام. طبعا الجزء المارجينيتنج بول ده هو اول جزء واسهل جزء ينتقل من يعني يدعم السيركيوليشن في الحالات اللي هي ايه الاكيوت ستيج، فهو اول جزء بيبدا يتحرك من البوردرز بتاعه الكابيلاريز والبوست كابيلاري فينيولز للسيركيوليشن، يليه على طول اللي هو الايه الاستورج بول بتاع البومر. تمام. وبالتالي بناء على ذلك لما نيجي بقى نشوف الديفرنشال دياجنوزيس بتاع البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس، هنلاقي ان اول حاجه الحاجات اللي هي فيسيولوجيكال كوزيس، تمام، زي الاستريس، اكسبوجر تو كولد، فوميتنج، كل هذه الحالات تمام بيحصل فيها ريليز او زياده ريليز شويه للمارجينيتنج بول للسيركيوليتنج بول، وبالتالي بيزيد الجزء بتاع السيركيوليتنج نيوتروفيل عن المارجينيتنج نيوتروفيل وبيزيد النيوتروفيل كاونت. وهذا الجزء او هذا الميكانيزم عاده بيؤدي الى ترانزيانت نيوتروفيليا، يعني عاده بتختفي بمجرد ما يختفي الايه الستريس كونديشن او الستريسفول كونديشن. ليه؟ لان هي بتبقى اسوشيتد او مسؤوله او بسبب اندوجينس ادرينالين ريليز، يبقى اذا دي بتبقى عباره عن ترانزيانت نيوتروفيليا اسوشيتد مع ستريسفول كونديشنز. تمام. ما بتبقاش سيفير، يعني عاده النيوتروفيل كاونت ما بيعديش ال 15000. تمام. وما بتبقاش ما بتكونش اسوشيتد مع نيوتروفيل ليفت شيفت. تاني ميكانيزم اللي هو ديكريز في عمليه الترانزيت تو سوليد تيشو. احنا قلنا النيوتروفيل بعد ما بتقعد فتره في البريفرال بلاد اللي هي السيركيوليتنج والمارجينيتنج بول حوالي من 7 الى 12 ساعه، المفترض انها بتنتقل الى السوليد تيشو. تمام. بتقعد يوم وبعد كده بيحصل لها او يومين بيحصل لها ديث. في تاني ميكانيزم ان هو بيحصل تاخير في هذه الايه في عمليه الانتقال، يعني تو ستي مور فتره اكثر من 12 ساعه، وبالتالي طبعا لما يحصل برودكشن للنيوتروفيل هيؤدي الى ايضا نيوتروفيليا، وده المسؤول عنه ادمنستريشن اوف كورتيكوستيرويد، ممكن يكون او يعمل لي ديلي في الترانزيت ويعمل لي برضو مايلد ومودريت نيوتروفيلي. الميكانيزم الثالث اللي هو بقى بيحصل فيه تحرك للماتيوريشن ستورج بول، تمام، اللي هو الريزيرف بتاع النيوتروفيل جوه البون مارو، تمام، يبدا يتحرك عشان عمليه المساعده في السيركيوليشن. يبقى إذن mobilization of granulocytes from maturation storage compartment of the bone marrow اللي هو مكون من الميتامايلوسايت اللي ساعات نقول عليها juvenile وband segmented neutrophil يؤدي إلى mild neutrophilia with mild shift to left. طبعا المسؤول عن ذلك اللي هو الانفكشن والother inflammatory processes زي الروماتويد أرثرايتس والسيستيميك لوباث إرسيماتوزيس and so on. طيب لما نيجي نكمل في الديفرنشيال دياجنوزيس هنلاقي مثلا ان الانفلاميشن اللي هو بسبب الانفكشن is one of the most common causes of neutrophilia parasitic infections، وخصوصا لما طبعا بتزيد قوي الحكاية لما يكون في سيبسيز وهكذا. لكن طبعا ما ننساش ان احنا لما احنا خلي بالنا ان احنا هنتكلم فيما بعد عن حاجة اسمها الليكومويد باترن، هنتكلم فيه على الليكومويد رياكشن، وبالتالي احنا مش هن
مش هنجيب سيرته دلوقتي، احنا دلوقتي في الحالات اللي هي في حدود الايه اللي هي ما اقل ما هو لم يصل بعد الى ليكومويد باتر. طيب الفيرال انفكشن والريكيتسيا الانفكشن وبعض البكتيريا الانفكشن زي التيفويد والتشيجيلا والبروسيلا والتي بي بيعملوا ما بيعملوش نيوتروفيليا، يعني بعض الاستثناءات من البكتيريا الانفكشن ما بيعملش ايه نيوتروفيليا، بل بالعكس بيعمل احيانا ايه نيوتروبينيا زي ما هنعرف بعد كده. الاذر كوزز اوف نيوتروفيليا انكلود تيشو انجري نتيجة سيرجري، مايوكارديال انفاركشن، تيومر نكروزيس، جاوت، اوتو اميون ديزيز، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس اند سو اون. طبعا احنا اتكلمنا على الفسيولوجيك كوزيس اوف نيوتروفيليا اللي هي الامور اللي ما فيهاش باثولوجي في البلاد، يعني ما فيش عندي زيادة، هي مجرد فيسيولوجيكال كونديشنز زي البريجننسي، زي الستريس، زي انكريز الماسكولار اكسرسايز، زي الفوميتنج، هذه الاشياء بنقول عليها فيسيولوجيكال كوزيس اوف نيوتروفيليا. اذر كوزيس ميسيلينياس كوزيس اوف نيوتروفيليا زي السيجاريت سموكينج، بوست نيوتروبينيا ريباوند، يعني بعد لما يكون في اتاك اوف نيوتروبينيا، مثلا الناس اللي بياخدوا كيموثيرابي او راديوثيرابي او غيره، ممكن بعد في الريكفري ستيت يتحولوا الى من النيوتروبينيا الى نيوتروفيليا، واكيوت هيموريج او هيموليسيس و التريتد سي ام ال كيسز. طبعا الحالات اللي هي بيحب بتكون ريكفرد فروم سي ام ال نتيجه الكيموثيرابيوتيك تريتمنت ممكن تبقى بريزنتد بنورمال بلاد كاونت، وممكن يكون معاها اسوشيتد مع نيوتروفيليا. اللي يهمنا ان هذه الحالات، طبعا مهم جدا ان انا اسال على الهيستوري، ممكن اعرف من الهيستوري اذا ما كانت الشخص كان عنده سي ام ال ولا لا، لكن في البريفرا بلاد ممكن اميزها بانها بنلاقي دايما معاها يعني مايلوسايتس واحيانا ميتا مايلوسايتس وبرو مايلوسايتس، و الاهم من ده كله البيزوفيليا اللي هي اصلا من الفيتشرز بتاعت سي ام ال، فهنلاقي البيزوفيل كاونت زياده شويه، واحيانا ممكن نلاقي معاها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز كعلامه من علامات الكيموثيرابيوتيك ايجنت زي الهيدروكسيوريا. طبعا دلوقتي ما عادتش بيعالجوها يعني اصبح الايماتينب اللي هو الجليفيك هو الايه التريتمنت اوف تشويس، ما عادش بيستخدم الهيدروكسيوريا في الحالات دي، وطبعا له جينيريشنز سكند وفيرست جينيريشن. طيب الان هنتكلم عن بعض الفيتشرز اللي هي اسوشيتد مع بعض الحاجات اللي قلناها في الديفرنشال دياجنوستيك. اهم حاجه حالات الانفكشن او اللي هي حالات النيوتروفيليا بتبقى اسوشيتد مع بعض الحاجات زي التوكسيك، ما يسمى بالتوكسيك جرانيوليشن، وزي الفاكيولز، وزي حاجه اسمها الدوهال بوديز، عن هذه الاشياء. وهنتكلم على الحاجات اللي ممكن تتشابه معها، يعني الحاجات اللي ممكن تتشابه مع هذه الفيتشرز. عندنا هنا مثلا توكسيك جرانيوليشن، توكسيك جرانيوليشن بتتعرف انها بروميننت برايمري ازوروفيريك جرانيولز، نلاقي الجرانيولز طبعا لو احنا بنبص يوميا او في مكان عليه فلوريت عالي لازم هنقابل ايه حالات فيها بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس، وبنشوف التوكسيك جرانيوليشن كتير جدا، بتبقى طبعا اسوشيتد مع الانفكشن، لكن ونتيجه اكتيفيشن او الاكتيفيتي بتاعه النيوتروفيل. لكن لو احنا عايزين او من الضروري ان احنا نفرقها من بعض الحاجات اللي ممكن قد او نحط في ذهننا واحنا بنقول انها توكسيك جرانيوليشن بعض الاشياء الاخرى، مثلا الناس اللي بياخدوا جرانيولوسيتيك كولوني ستيمولاتينج فاكتور ثيرابي اللي هم
عادة الناس اللي بيعملوا كيمو ثيرابي أو راديو ثيرابي أو عايزين يعملوا ستيميوليشن للبون مارو في هذه مع هذه العلاجات، فبياخدوا بيدوهم جرانيولوسايت كولون ستيميوليتنج فاكتور، فعادة بيبقى معاها هايبر جرانيوليشن. الهايبر جرانيوليشن ده أحيانا مس يعني مس يعني مس يعني انتربريتد از توكسيك جرانيوليشن. طبعا من الضروري جدا عشان نفرقهم من بعض، طبعا الجرانيولز في حالات الجي سي اس اف سيرابي بتبقى يعني مور دنس، وبتبقى اوبسكيورنج النيوكليوس يعني بتبقى مغطيه النيوكليوس. في حاجة تانية من حالات الجرانيول أو الجرانيول أبنورمالتيز في النيوتروفيل لازم ناخد بالنا منها، اللي هي ما يسمى بالألدر ريلي أنومالي، وده بيبقى أسوشيتد مع بعض حالات مجموعة من جروب من الميتابوليك ديس أوردرز اللي هم بيسموهم الميوكو بولي ساكرايدوزيس، اللي هم الناس اللي عندهم ديفكت في الإنزيمز اللي بتعمل يعني لايسز للجلايكوزا ماينو جلايكينز. فبنلاقي معاهم جرانيولز في النيوتروفيل، تمام. هذه الجرانيولز بيسموها ألدر ريلي أنوماليز أو ألدر ريلي بوديز. الألدر ريلي بوديز بتتميز عن التوكسيك جرانيولز إنها بتبقى أكبر منها في الحجم، تمام، وبتبقى عادة بيزوفيليك جرانيولز، يعني الخلية بتشبه إلى حد ما شكل البيزوفيل، تلاقي النيوتروفيل كده شبهها. ونفس الجرانيولز دي كمان من الحاجات المهمة إن إحنا ممكن نلاقيها في المونوسايتس والليمفو سايتس. من الحاجات التانية برضو اللي بنشوفها في الرياكتيف نيوتروفيليا اللي هي ما يسمى بالدوهال بوديز، زي ما إحنا شايفين كده في النيوتروفيل اللي قدامنا دي، عندنا الدوهال بوديز عبارة عن بيل سيتوبلازميك انكلوجنز موجودة في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيل، وبتبقى اسوشيتد مع حالات التوكسيستي زيها زي الانفكشن والتوكسيستي، تمام، زي احيانا بتبقى مع التوكسيك جرانيولز، تمام. لما بصوا عليها في الالكترومايكروسكوب لقوا انها بتمثل راف اندوبلازميك او يعني جزء من الراف اندوبلازميك ريتيكولم في السيتوبلازم بتاع الايه بتاع النيوتروفيل. طبعا مهم جدا ان احنا نقول ان الدوهال بوديز ويل التوكسيك جرانيوليشن مش بس موجودين في حالات الانفكشن، لكن ممكن نلاقيهم في حالات الميلو بروفريتيف ديس اوردرز زي الكرونيك ميلويد لوكيميا. طيب في عندنا طبعا اذا اتكلمنا دايما على الدوهال بوديز لازم نقول معاها حاجه تانية بتو جرانيولز، اتكلمنا معاها على عن الالدر ريلي انومالي و الهايبر جرانيوليشن بتاعه الجي سي اس اف ثيرابي. برضو هنا في الدوهال بودي في another inclusion بتشبهها في congenital abnormality بتحصل في النيوتروفيل بيسمى المي هيجلين انومالي. المي هيجلين انومالي هنا بقى ده عبارة عن ايه؟ المي هيجلين انومالي ده عبارة عامل زي ما يكون كده ايه يعني morphological abnormality في النيوتروفيل، ده congenital autosomal dominant inheritance. و طبعا هنا بيختلف شوية عن الدوهال بوديز ان هي بتبقى شارب ايدج يعني كأنها مرسومة بالقلم، الدوهال بوديز تحس انها شارب شوية، بتبقى ستيند مور ديب عن زي ما احنا شايفين كده نحس انها ايه كأنها مرسومة بقلم، تمام، وبتبقى واخدة اللون الازرق شوية مور ديب عن الدوهال بوديز. المهم جدا ان احنا نقول ان هي ما بتبقاش بس لوحدها، معها اذر ايه other abnormality زي thrombocytopenia وزي ما احنا ملاحظين كده في giant platelets، تمام. ليه قلناها هنا؟ زي ما قلنا انها عشان برضو احنا بنقول قبل ما يعني نحكم ان دي دوهال بوديز لازم من الضروري جدا ان احنا ايه نكون في تفكيرنا الـ
الماي هيجلين انومالي. تمام، يبقى اذا الماي هيجلين انومالي لازم هي او هيكون معاها كمان ثرومبوسيتوبينيا وجاينت بليتلتس. و لما بصوا برضو على الالكتروميكروسكوب لانها لو انها عباره عن بخلاف الدوها البودز ان هي عباره عن اريا ديفويد اوف. طيب الفاكيولز طبعا دي بتبقى اسوشيتد بالذات في حالات السبسز. تمام، لكن برضو من الضروري ان احنا نلاحظ ان احيانا تكون ارتفاكت نتيجه البرولونجد بلاد سامبل ستورج، يعني نتاكد ان العينه ما سبناهاش فتره طويله قبل ما نعمل لها بلاد فيلم. طيب الحالات اللي هي الكرونيك انفلاماتوري كونديشن زي روماتويد ارثرايتس سيستميك لوبس بيبقى معاها اسوشيشن مع انكريز البوليكلونال اميونوجلوبولينز، والاميونوجلوبولينز طبعا لما تزيد في السيرم ممكن تعمل لنا اسوشيتد رولو. ولذلك احنا قلناه لان لو لقيناه مع حاله نيوتروفيليا يبقى من الضروري ان احنا نفكر في هذه الايه الاسباب. بعد كده طبعا الشيفت ليفت، الشيفت ليفت احنا عباره عن بريزنس اوف اماتيور مايلويد بريكيرسورز اسوشيتد مع نيوتروفيليا، بنسمي الكلام ده شيفت ليفت. طبعا في الرياكتيف نيوتروفيليا بنسمي بيبقى عاده الشيفت ليفت بيبقى العدد الاكبر من الخلايا الزايده هي الباند سيل. الباند سيل مفروض انها يعني في البراكتس كده ما بتزيدش عن 6 أو 7%، لكن لما نيجي نعرف يعني الشيفت ليفت بنقول ان هو زياده الباند سيل عن 20% من التوتال نيوتروفيل كاونت اللي موجوده. يعني انا اعد النيوتروفيل لو لقيت 20% من عدد النيوتروفيل الكلي وانا بعد الديفرنشال يعني باند سيل يبقى دوت عندي شيفت تو ليفت. وعاده في حالات الرياكتيف بيبقى الباند اكتر من الميتا مايلوسايتس، يعني اوكيجنال مايلوسايتس ده بنسميه ريجولار شيفت تو ليفت. لكن المايلوسايتس بيبقى احيانا موجوده ومن النادر ان احنا نشوف خلايا قبل كده، يعني ما بنشوفش البرومايلوسايتس ولا البلاست سيلز. لكن لو العيان بياخد جي سي اس اف ثيرابي ممكن بقى نشوف ايه البرومايلوسايتس والبلاست سيلز احيانا، وده يعني بيبقى ايه نحطه في اعتبارنا في الناس دول. طيب احنا عرفنا الباند سيل معروفة اللي هي بتبقى الخلية اللي هي انسيجمنتد نيوتروفيل ويز نيوكليوس. النيوكليوس بتبقى واخده الهورس شو شيب، شكل ايه حدوه الحصان زي ما احنا ايه شايفين كده. في حاجه مهمه جدا لازم نقولها في الـ في 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 في, في الباند سيل، يعني ودي في البراكتس ناخد بالنا منها دايما. لما كده بيجي لك بلاد فيلم او بلاد كاونت وهتبص تعمل سكان للبلاد فيلم، لو هو انت شايفه ان هو نورمال تعمل سكان على الديفرنشال لو احنا شايفينه نورمال عشان نشوفه متوافق مع الايه السيل كاونتر ولا لا، خصوصا لو عندي سيل كاونتر كويس. من المهم جدا ان انا وانا بعمل سكان على الديفرنشال او بعد الديفرنشال في حالات النورمال نيوتروفيل كاونت ان انا اتاكد ان مفيش عندي شيفت ليفت. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اهميه الشيفت ليفت انك تكتشفه في الحالات اللي هي نورمال نيوتروفيل كاونت اهم مما لو انا عندي بوليمورف نيوكليير حاله 20,000 او 25,000 و80% منهم نيوتروفيل بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزيس. في الغالب يعني ايه الشيفت ليفت بتشوفه بسهوله، ولو اهملت ذكره هنا مش هي ايه او لو ما ذكرتوش طبعا لو موجود تذكره، لكن الأهم منه إنك لو اكتشفته في حالات النورمال كاونت، لأن أحيانا يكون هو the only sign of
انفكشن لو النيتروفيل كاونت مش زايد. فمهم جدا لما يكون الوايت بلاد سيل كاونت نورمال ان احنا نتاكد ان مفيش شيفت ليفت، ونبص كويس على الايه نسبه الباند سيل. طيب طالما اتكلمنا على الباند والشيفت ليفت، يبقى اذا ايه الحاله اللي ممكن تتشابه معاها؟ اللي هي البلجر ايوت انومالي، ودي حاله ممكن تبقى كونجينيتال ابنورماليتي، وممكن تكون اكوايرد مع حالات المايلو ديسبلاستيك سيندروم. ايه اللي بيحصل في البلجر ايوت انومالي؟ بيبقى زياده في النمبر اوف هايبو سيجمنتد نيوتروفيل، يعني بعضها بيتشابه مع الباند سيل، تمام، بعضها بيتشابه مع واخد شكل يعني عاده بنلاقي حوالي 70-90% من النيوتروفيل في حالات البلجر ايوت يعني هايبو سيجمنتد، يعني يا اما تو سيجمنت او يبدو كما لو كانت ايه ان سيجمنتد، زي الايه زي حالات زي تشبه الباند سيل. طيب بنفرق، او من الحاجات اللي ممكن ناخد يعني لو الفيلم مسبوق كويس وركزنا، هنلاقي في حالات البلجر ايوت انومالي الكروماتين بيبقى كورس او كورسر ذان ذا ذات اوف ذا باند ستيج. يعني ده من الحاجات اللي هي الكلو بالنسبه لنا لو احنا شاكين ان الحاله بلجر ايوت، ان المفروض مرحله الباند الكروماتين بتاعها بيبقى شويه اوبن عن مرحله الماتيور نيوتروفيل. لكن في حالات البلجر ايوت اللي هي بقى فيها هايبو سيجمنتيشن في النيوتروفيل، بنلاقي ان الكروماتين يشبه الى حد ما بتاع الماتيور نيوتروفيل، فبيبقى كورسر ذان ذات اوف ذا باند ستيج. ده اوتوزومال دوميننت كونديشنز، والنيوتروفيل من ناحيه الوظيفه بتاعتها بتبقى نورمال، تمام. طبعا من الحاجات اللي بتساعد في الدياجنوز ان بيبقى فيه فاميلي هيستوري لنفس الحاله. طبعا هنا برضو من الضروري واحنا بنتكلم على الباند ان احنا نفرق ما بين الباند والميتامايلوسايت ببساطه شديده. طبعا الميتامايلوسايت اللي هي المرحله اللي ما قبل الباند نيوتروفيل تبقى ليها رينيفول من نيوكلياس، و السيتوبلازم بيبقى فيها فاينلي بيل اورنج جرانيولار سيتوبلازم. و عشان ما نتلخبطش، في قاعده اساسيه ان انا بقسم الخليه بالظبط الى خط، تمام، بقسم الخليه بخط في النص بالظبط، خط imaginary line، تمام. لو لقيت الكيرفيتشر بتاع الخليه فوق الخط ده اهو، تمام، يبقى دي ميتامايلوسايت. لو لقيته تحت الخط ده كده اهو، يبقى دي باند نيوتروفيل، تمام. يبقى اذا احنا اتكلمنا في هذه المحاضره عن الديفرنشال دياجنوزيس بتاع البوليمورف نيوكليار ليوكوسايتوز. اتمنى ان يكون موضوع بسيط، واتكلمنا على البوسيبل ميكانيزمز بتاعه النيوتروفيليا، واتكلمنا على ازاي نفرق بين الحالات المختلفه والاسوشيتد مورفولوجيكال ابنورماليتيز، وبعض هذه المورفولوجيكال ابنورماليتيز ممكن تكون متشابهه مع حالات اخرى اتكلمنا عنها. اتمنى ان شاء الله ان يكون العرض بتاعنا يكون مفيد، ويكون الدرس الاول في هذا الكورس كان سهل ولطيف. ان شاء الله باذن الله المحاضره القادمه موعدنا مع اليوكو اريثروبلاستيك باترن. ثانك يو فيري ماتش.